تتعدى في اي وقت حاجه كيما هكذا في اي وقت، يعيطوا لي راني واجده في اي وقت، ومن معاهم كيما قال لك من البدايه للنهايه. هو صوت من داخل احدى هاته العمارات لسيده من بلديه العطاف رفقه اله خياطتها، اين تعكفان على صنع البزات الوقائيه منذ بدايه الجائحه، وتحاولان ان تكون دعما لطاقم طبي يرابط في مواجهه الوباء بداخل المستشفيات. انا الخياطه ام عبد الرحمن ربه بيت، نخيط في هذو لي كاميزون من اجل الممرضين والاطباء اللي يعملوا في المستشفى. عندي من بدايه الوباء، من الاول كنا لحد الان ما نتخلاش عليهم، نوقف معاهم كما قال لك، داروا فيا الثقه، ان شاء الله نكون قد الثقه اللي داروها هما فيا. أم عبد الرحمن وجدت زوجها سندا لها ومشجعا لأعمالها الخيرية التي زادته فخرا، وجعلته يساعدها في توزيعها على محتاجيها رفقة جمعية طبية تقوم بتوفير المواد الأولية لهما. أنا مدي بي وأنا مساندها، ماشي مع الجمعية هذه، مام خدمة لي بافيت، مام أنا ديتهم للحماية المدنية وديتهم عند واحد صاحبي فارماسيان فقسمناهم باطل. وديت للشعب هكذا، مام تخدم لي كوات تعطيهم القلاليل، تخدم صوالح تمد، هي مسقمه هكذا، هي تعرف دير الخير والناس كيعرفوها. ملي بدا الوباء نجيبوا لها القماش وهي خيطت لنا، خيطت لي بافات المساجد، خيطت حتى مام حتى لي كولات خدمت لهم، سلعه كاين محسنين يمدوها لنا وحنا نجيبوها لها هي تخيطها. كما اليوم كاين جبنا لها حسب تاع 200 كاميزون، هذو تاع بادو موجهين للطاقم الطبيه. نبغي ندير الخير بها، صدقه غدوه عند ربي سبحانه نصيبه، وما دي الدنيا ثانيه. بساطه عزيمه وحب للخير، كلمات كادت تدمع لها عدسه الكاميرا، وبمثابه رساله الى قلوب متحجره اصبحت تتاجر في وقت الازمات حتى بارواح الناس.